اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ أين صاحب يوم الفتح وناشر راية الهدى؟ أين مؤلف شمل الصلاح والرضا؟ ليت شعري أين استقرت بك النوى؟ بل أي أرض تقلك أوثرا؟ أبرضوى أو غيرها أم ذي طوى؟ عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى، ولا أسمع لك حسيسا ولا نجوى. عزيز علي أن تحيط بك دوني البلوى، ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى. اللهم عجل لوليك الفرج.